امبارح اسرائيل ما كانتش عايزه تيجي، نتنياهو كان لحد امبارح مش عايز يحضر. بعد مكالمه بايدن، بايدن ضغط امبارح على نتنياهو وبالتالي دفع اسرائيل انها تكون حاضره. يعني هو باعت رئيس المخابرات المركزيه عشان يجي يقابل سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقابل اللواء عباس كامل واللقاء في القاهره والمحور كله في القاهره، وبعدين اسرائيل اللي هي بتشن الاباده على الشعب الفلسطيني ما تبقاش موجوده. لا، بايدن قال لهم لازم تبقوا موجودين. قرروا انهم يوصلوا او يشاركوا امبارح بالليل متاخر. النهارده الظهر وصل رئيس الموساد، وصل رئيس الشباك، وصل قاده من المستشار نتنياهو. نتنياهو النهارده بعت لاول مره مستشار سياسي يحضر الاجتماع ده، عاده ما كانش بيبعته. بعته لان هو قال لهم، نتنياهو قال لهم هم عملوا تعديل على الخطه، خطه اجتماع باريس اللي كان من 10 ايام اللي كان حاضر السيد عباس مع الاسرائيليين مع الامريكان مع القطريين في باريس، وتم تعديل من جانب اسرائيل بعض البنود. نتنياهو تقل الاعلام العبري النهارده قال لرئيس الموساد توجهوا الى القاهره، ولكن عليكم ان الا تتحدثوا كثيرا، عليكم الاستماع اكثر، وادي الخطه بتاعتنا اعرضوها في الاجتماع ده. خطه اسرائيل بيقولوا ان الخطه اللي عرضها اسرائيل انه فيها يعني ديناميكيه اكتر، فيها تفاصيل شويتين ثلاثه، ولكن قالوا انه ما عندهمش مشكله يتجاوبوا مع الطرح المصري، لان مصر كمان تقدم ورقه عمل متميزه، ورقه عمل مصريه عربيه، افكار مصريه عربيه. فهذا اللقاء مهم، وقطر كمان موجوده، وامبارح كان في لقاء ما بين الشيخ محمد بن عبد الرحمن وزير خارجيه قطر رئيس مجلس الوزراء مع وزير الخارجيه الايراني امير عبد اللهيان امبارح بالليل قبل ان يتوجه رئيس وزراء قطر الى القاهره. النهارده عبد اللهيان التقى امير قطر الشيخ تميم، والتقى قبلها اسماعيل هنيه رئيس مكتب السياسي لحماس او رئيس حماس. وبالتالي اللي قدام حضرتك النهارده سياده الرئيس مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجيه بحضور سفير قطري والسيد عباس كامل، وايضا رئيس وكاله الاستخبارات الامريكيه بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات المصريه طبعا. وبالتالي اللقاءين دول احنا بنتكلم هنا على التحرك المصري، الاطراف الفاعله ازاي هنصل لاتفاق الا والاطراف الفاعله دي كلها موجوده. مصر طرف رقم واحد واساسي، لان انت الموضوع كله بيدور عندك، وكله انت بتتعامل مع كل الاطراف، كل الاطراف بتتعامل معاها، والجميع يثق فيك. تاني بقول الجميع يثق فيك وفي تحركاتك، لان احنا مصلحتنا مصلحه اولى واخيره الشعب الفلسطيني، بنعمل من اجل صالح الشعب الفلسطيني. عايزين وقف اطلاق النار ده يتم النهارده، عايزين وقف اطلاق النار ده والله يتم كان يوم 7 اكتوبر او 8 اكتوبر، وكان وقف اطلاق النار هيحصل في الاسبوع الاولاني لما روسيا دخلت مجلس الامن بمشروع قرار مع دوله الامارات العربيه المتحده وقف اطلاق النار، وحصل فيتو امريكي، امريكا عطلت وقف اطلاق نار في الاسبوع الاول من اكتوبر بالفيتو الامريكي مع البريطاني، عطلوا الحكايه. النهارده بالمناسبه يعني في دول متضايقه جدا انها خدت موقف اسرائيل من الاول يعني، ولكن مهم.